خير. عندي ربط، شو الزعتر. خلاص خلصنا فلة، يلا الحين على البيت. ابدا سوالي 1-0. مركب الايوني كيف تربطوه؟ بترونية. صباحو. طبعا بنات هذا الفلوق الحين قاعد ابدا من البيت، خبس نظارتي. المهم انه تمسكي غريبه، بس اهلي قرروا نروح البيت اللي نقعد فيه. بنروح كذا خلص هناك اغراضنا. في ملابس ورا، هذه ملابسي. المهم هذه ملابس، يعني ملابس مين ما اعرف. بنروح هناك نلبس بيتنا، ويمكن ننام هناك لين بكره وبعدين نرجع. ف دحين روزا كلمتني قالت لي نطلع نذاكر سوا، بنروح مد اللي بالعوالي، فاحس حيكون كويس. لان صراحه انا قلت لكم في بدايه الفيديو ان انا نفسي اروح كافيه اذاكر، لاني عشان استوعب اكثر. يلا بنات غرفتي راح توحشني، قاعده اطالع هناك هناك كل ذكرياتي. وبجهز شنطتي معاكم. باخذ هذه بنات، هذه الشنطه صرت اخذها كل مكان، مره حلوه. فبحط ايبادي اول شيء لاني بذاكر في ايبادي، ما طبعت اوراقي اللي وقت اللي اذاكرها، فبذاكر من الايباد. باخذ الكاميرا يمكن اصور لكم هناك لما نذاكر، احس حيكون احسن. طبعا الكاميرا ما كان فيها شاحن فشحنتها. صراحه قاعده افكر هذه الايام ان انا اشتري هذيك الكاميرا حقت دي جي اوز، متعرفيها؟ كني قاعده اكلم صاحبتي، فقلت حيكون احسن يعني لو اشتريت الكاميرا الثانيه، لانه هذه احسها هي حلوه، بس انه شغلتها لازم اضبط الالوان وكذا قبل لا تصور. ما ادري ايش قاعده اقول. فبس خلينا نحط هذا ستاند، ما منه فايدة، وإن شاء الله ما يكون زحمة. المكان اللي أنا في بالي أنا وروزا مرة نبغاه، مرة حلو المكان حق مذاكرة وكذا، فإن شاء الله ما يكون زحمة وتخرب الخطط هذه كلها. ف بنات شوفوا حطيت هايلايت مرة حلو، خليني أوريكم من براند سعودي، شوفوا كيف مرة واو. بس إذا رحنا هناك بصور لكم، مو أنا صرنا. بس دحين إحنا بنستنى روزا، إحنا لحقناها، أنا لحقتها مع أهلي، بنستناها لما تجي. من هي اختك؟ اللي هي عمتي. صراحة احلى مكان ممكن تذاكروا فيه، مرة رهيب. طبعا وصلنا مد، والحين عند دور مكان يسكن. خلصت؟ وصل الطلب. صراحة قيم السرعة 10/10. اول مرة اتحمس اطلب ماتشا من برا، ومع انه ساره يعني لك عليه، بس انه يلا خلينا نجرب نشوف. يلا الحين بنجرب ماتشتهم، صراحه مره متحمسه اجربها. لونها 8/10. لو تفجرت فجي ببكي. طعمها شوي حليب، خلينا نجربها ثاني. قيمها كطعم 8/10. تماتشا 5/10، وما طعم الماتشا مو مرة واضح. الوضع صار جدي بذاكر وجدي. خلاص خلصنا الساعة 11:30، خلصنا مذاكرة أنا وروزا، دحين خلاص راجعين البيت. ليش قاعد أفتح لكم الأيباد مرة ثانية ما أدري. الزبدة المعلومة قدرت تدخل بسرعة بدون أي تدخل من البيت ولا إني أجلس لين بكرة، فأمورنا تمام الحمد لله. شوفوا أنا وروزا لفتتنا صراحة رسمة العين. أنا شوفوا تفاصيل ما شاء الله تبارك الله. الله خليني اكتب فيه قلم بس ما في ورقه. خلاص يلا عوافي، الحين خلصنا مذاكره وراجعين، تمت المهمه بنجاح. اخرجي المهم، شكلي ضحك وانا كل شويه رسب المكان. بس خلصنا مذاكره انا وروزا، ودحين راجعين للبيت. كم تقيم المذاكره من 10؟ 10 من 10 صراحة. مرة أول شيء انبسطت وذاكرت، يعني الحمد لله إني مسكت نفسي وذاكرت. تخيلي أول ما اشتريتها كنا وقتها مسافرين الرياض، طيب على أساس إنه خلاص مرة كان كل شيء حلو هناك، كل شيء من أماكن من فعاليات،
بس كان ناقص التصوير انه يكون حلو. هذا كل شيء كان اصفر كذا مره ما كان حلو. انت ما تشوف ريفيو قبل تشتري شيء؟ اللي اشتريته اعطاني دوره مجانيه. طيب ولا دخلت ولا شيء، قلت ان انا بسوي اجتهاد شخصي من عندي وهذا. ومنتجت الفيديو فعلا كان مره حلو، بس انا ما ركزت في الالوان، كنت منتج في الدور صراحه احنا ورايحين على الطريق. فاول ما منتجت الفيديو نزلته خلاص، هذا الحين بس استنى راي من الناس انه يقول الجوده تعدلت وفرحانين. الاقي تصفير وجه المغدور والله، كلهم يقولوا ليش التصوير كذا وما ادري ايش. صراحه هذا كانت اول صدمه تعرضت لها في القناه، ووقتها صراحه شخصنتها، قلت ما عاد بصور شيء في السنه. لا لا لا، في السنه اللي راحت الترم الثاني. فهمتي؟ ايوه يا اخي، وقتها والله ما كنت عارفه، بس كذا كان نفسي اصور. ثاني شيء احنا جالسين نتكلم انا ورازع على موضوع النوادي وزي كذا، وخطتي الجايه ان شاء الله اول ما ننقل. دحين وضعنا مره ملخبط، بس ان شاء الله اول ما ننقل لو ما دخلت نادي انا احتمال يعني مره ترى. بالذات اللي ادركت الشيء هذا انه يعني اللياقه شيء ضروري، لاني درست ماده اول مره اقتدي في ماده صراحه. كل المواد اسوي لها سكيب، او ماي جاد ظلام، كل المواد اسوي لها سكيب الا هذا السنه. ما اعرف ليش لست اركز كذا مع الاب، لان يمكن اسلوبها يعني يشد في الكلام. بس من جد لاحظت انه اللياقه شيء مره مهم، مره مهم. عادي نسوي رياضة من البيت يعني، بس انه لازم اللياقة تكون عالية شوية. صوت خير رازا مكيف حقي قدامي كذا متغطية بمليون لحاف، بس مرتبة طيب؟ لا لحتنا حاط اللبات يا اخي. انقلي قبل الاختبارات. ايوه قبل احد الاختبارات. ليتكم نقلتوا قبل الاختبارات. احنا بننقل بعد الاختبارات يعني. انتوا خلاص كل شيء جاهز ان شاء الله. بس ذاكرت يا كرم؟ لو ما ذاكرت لو سمحت اخرج. بسم الله. يما ايش في؟ واحدة تقول انقلعي. شوف اصحابك قلت. يلا جينا ناخذ الثاني، اذا ما ذاكر ما راح نخليه يجي برضه. ذاكر من العصر. ذاكر من العصر؟ لا اموره تمام ان شاء الله. لما تهل استنى، قلنا له انزل ما ادري ما نزل. دبي كرم جبتها. كرم دبي استوعب شيء. كرم صار يختفي الاجتماعيات. كرم صرت كبير. كرم يا الله اختباركم من 20. تعال تعال تعال. ذاكرت ولا لا؟ سوي كذا ولا مو كذا؟ يلا اطلع اتعشى معانا، اذا مو ما ذكرت ارجع بيتكم. الحين عندنا لقاء مع رحوم، يبغانا نتكلم معاه انجليزي. يلا هاي. هاي ام فاين. اوكي وات دو يو هاف بلان؟ اوكي وات دو يو هاف بلان فور توداي؟ ايش الصوت راح؟ فوتبول. ولك ايبادك معك؟ معنا ايبادات نذاكر في المطل. الله صح انا ايباد وينتر فايب. وروزا ذاكرتي؟ حاضرة. خلاص وانا ذاكرت، كلنا ذاكرنا الحمد لله. هذا ضحكني يا اخي، كل ما اشوفه مره ضحك. شوفوا اروح اوديكم المطل من عيوني، هذا قبل لي بس بالشرط تحد. وانا ما ذاكرت الا محاضره، عندي محاضرات. هذا قلب لك. خلاص روزا وافقت تودينا المطل بس بشرط نذاكر كلنا هناك. ما حد يفتح فمه، كل واحد عينه على ورقته. يلا يا جماعه وصل البرجر. اشوف صراحة الكيس يعني يحتاج لوجو. رحوم جاب الطلب وجد قلت له يرجع مرة ثانية عشان يقص البرجر بالنص. طبعا خلاص جينا المطل، اوريكم المطل كيف. شوف المطل والله اجواء رائعة. مذاكرة صراحة ما راح نذاكر مرة لانه مرة ما في لمبة. البرجر هنا الحين بنجرب، فاتوقع ان بناكل وبنرجع البيت وبنشرب شاي يعني اذا مره وخلاص نرجع البيت. رايك بصله وشي لونه احمر؟ ما اعرف ليش. بسم الله. او ماي جاد انجستيشن كويس مره رهيب. انا ما احب برجر اللحم بس مره عجبني. 10 من 10. ناموس بدر سعر وطعم وكل شيء.
رجو شوف شحنة 36 شحنة 36 اليوم يوم السبت يعني يوم الانهيارات. أمزح، طاقة سلبية، ما في انهيارات. الله دحين كذا بصير أسوي لكم فلوقات. ليش وجهي موبايل مرة؟ الزبدة إنه اليوم يوم السبت يعني خلاص اليوم تقريبا مذاكرة جدية. أنا ذاكرت والله، أحس إني الحمد لله ذاكرت، يمكن دحين المرة هذه يمكن المرة الثالثة أو المرة الرابعة اللي أفتح فيها الأيباد خلاص. أنا على وين فهمت من أول مرة خلاص ما يحتاج أفهم مرة ثانية. عندنا أنا وماما قناعة كل يوم أول يوم اختبارات، مو أول يوم اختبارات يعني في الاختبارات بشكل عام، ناكل زعتر. ليش ما أدري، بإذن الله اختبار راح يكون سهل. بس تخيلوا لنا اختباري من الساعة 7 إلى الساعة 10 حيجيني تيبس. بس شو نسوي يعني بعد؟ تخيلوا صاحبتي في مدرسة ثانية، طيب تنصرف الساعة 8:30، يعني هي على قولتها قدها رجعت البيت نامت تروشت أكلت وأنا لسه في قاعة الاختبار. شوف أنا عندي خطة إيش بسوي، إن أنا أبغى أحاول إني ما أنام، يصير هناك أكسب الوقت، أحل أول نص ساعة والباقي أنام فيها. من أنا يعني بصراحة في شيء يعني الساعة 12 بالليل يعني خلاص مذاكرة أخيرة. يعني صراحة الرياضي أو أي مادة، أي مادة في العالم تعتمد على نفس المعلم وشرح المعلم وأسلوب المعلم، إذا كان خايس أحلى من السنة تعدي على خير. يعني حرفيا في سنة مرت علي ما راح أقول أي سنة، بس الأستاذة صراحة جابت لي اكتئاب ما سنة كاملة راحت وأنا ما فاهمة شيء. الله الله المخدة مرة مريحة. مقلب مقلب باص ذاك. شوفوا يا جماعة أقول لكم شيء دحين أشرح لكم ولا ما تبغى أشرح لكم كيف تحس. دقيقة مرة رخيت النور كذا. قل لكم حدد رتبة المصفوفة مثلا A أو B أو C، هو قل لكم الحرف. ايش هذا؟ حباب. ترى السجادة حقت الغرفة وصلت المفرش، وصلت المفرش، معليش ما عليك الأربعة يعني. المهم شوفوا قل لكم حددوا رتبة المصفوفة A، تشوفوا كم فيه عدد صف طيب وكم فيه عمود. كف 1 2 3 اللي هو هذا صف طيب، نحط 3 ضرب هذا ضرب كذا قال لك فهمت يعني فلسفة. كم في عمود؟ عمودين بس. ولا أقول بخليها سبرايز ما راح أوريكم ولا شيء، لو وريتكم المنظر اللي قدامي حيجيك مكتب. بس يلا بس بغبش عشان ليجيك مكتب من جد. 1 2 لا حول ولا قوة إلا بالله. أي شيء فيه عفش يحطوه في غرفتي ما أعرف ليش. الزبدة إنه أنا ما راح صراحة أوريكم يعني الفاين لوك للغرفة إلا بعد الاختبارات النهائية. العباد ما أدري فين طار، بس كل اللي أعرفه الحين إنه خلاص بذاكر كذا مذاكرة أخيرة، بعدين نروح بيتنا القديم ننام عشان نروح المدرسة نختبر في الصباح، لأنه باقي كم ساعة، يمكن باقي 5 ساعات وإذن الفجر. فيب إذا إن شاء الله أنا صحيت وكذا جهزت يمكن أصور لكم، الله أعلم يعني الله أعلم. طبعا الحين جيتكم من الساعة 3:30 الليل ما جاني النوم أبدا، حاولت أتقلب يمين يسار، بس أنا وقت الاختبارات ما أعرف أنام أبدا، خصوصا أول يوم ما أقدر أنام دائما أصلا أروح مواصلة. بس دحين سويت خطة، قمت تروشت وقلت خلاص بجلس أراجع، وصليت الوتر وبنام يعني إذا خلصت مراجعة لين الساعة 5:30 بعدين أصحى أتجهز عشان يعني أعرف نفسي مرة لكاعة مرة لسه طول ولا أتجهز. قمت سويت شعري كيرلي فاستخدمت هذا البرودكت صراحة، أصبر أسوي لكم فوكس. براند رهيب رهيب رهيب، تخيل هذا براند سعودي بس مرة يجنن، هذا ليف ان وتقدر تستخدمه ماسك في نفس الوقت. ولبست من بدايتها نكبات، استغفر الله امزح لا للتشاؤم. بس بلوزة سماوية ان شاء الله ما يطردوني يا رب، وبحط عطر الشعر هذا بنات، هذا عطر الشعر يموت يموت، قلت سويت لكم، هو قلت لكم بجربه واقول لكم رهيب رهيب رهيب. هذا برضه براند سعودي وحتى اللي تبيعه عسل عسل بنات، لازم تجربوه. تخيلوا هذا بخاخ شعر طيب، يعني في خمرية شعر طيب، ريحته رهيبة وفي له فيتامينات، تخيلوا في له فيتامين للشعر. أصلا أنا أول ما جاء كنت أستخدمه في ملابسي، أحس بعطر ملابس من كثر ما ريحته مرة قوية. وبس بلبس المريول. شوفوا من كثر ما غرفتي خلاص مرة صارت فاضية، حتى الكرسي حقي الأبيض كنت أجلس عليه
ماما ودتش البيت الثاني، سرقت الكرسي حق اللي في طاولة الطعام للأسف يعني. بس شوفوا ما عاد في شيف تسريح. رهيب، حليت اول 5 دقائق والباقي نمت نومة، حلمت بكل بنات الفصل، كل بنات الفصل حلمت فيهم، وما توقعت صراحة من كم وحدة يعني، بس يلا عوافي. والحين مرحلة يعني انا عندي صراحة هم قوي انه بنروح نفطر. فطوري جاهز. هذا عادات وتقاليد بعد الاختبار، لازم فطور. جماعة صراحة اختباري كان رهيب 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 مرة. جماعة أقول لكم شيء، أنا تعرض لنكبة قوية جدا، قلت إنه خلاص بنام في الليل بصحى أذاكر، فقلت إنه بصحى الساعة 3 أذاكر وكذا يعني، خلاص عقلي بيكون يستوعب بعد الساعة 5:45 بس صراحة ذاكرت يعني، ما أحس إنه مرة صعب لأنه هنا كله كلام ملخص هنا، فأحس إن أنا فاهمة الحمد لله. وقلت لصاحبتي تصحيني، تخيل صحتني جلسة تصحيني من الساعة 1:30 إلين الساعة 5، لين في الأخير قالت والله لو ما تقوم. أنا يعني صراحة خفت، صحنا ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تجي بيتنا، بس إنه برضو خفت شوي ما أعرف ليش. فبجلس أراجع دحين شوية، جيب صلاة الفجر وخلاص يعني، إن شاء الله نوكل أمرنا لربي يعني، إن شاء الله حيكون سهل. وكل يوم اقول ابغى اسوي شعري ويفي، وبسوي شعري ويفي واسحب ما لي خلق، اقوم اسوي كيرلي اتروش وخلاص اسوي تشخ تشخ وخلاص. صباح. صراحه العبايه هذه المفروض اسميها عبايه اختبارات، خلاص طول الاسبوع لبستها وقت الاختبارات. بان صراحه مره كويس ان انا الحمد لله لحقت اذاكر، وذاكرت لحقت كم مره قلت لحقت اني ذاكرت شويه صراحه، ودحين برجع اراجع المقالي، المقالي هو اللي ناكبني يعني، قاعدة احاول اسوي ربط. انا عندي خاصية ان انا اربط الاجوبة خاص افهمها على طول يعني، اقدر استوعب في الاختبار، بس المقالي كيف تربط ما اعرف. طيب عندي ربط. شوف هنا يقول هنا اي نباتات التالي وصلنا من ضمن النباتات الوعائية اللابذرية، الحشائش البوقية، الحشائش الكبدية، ولا السرسخيات. هنقول السرخسيات ليش؟ لان هو يقول نباتات لا وعائية لابذرية. الخص ما اليوم انا وماما خلصنا اختبار، طلعتنا نفطر لان نروح بيتنا الجديد. احل فطور بعد الاختبار شيء له طعم ثاني، والله له طعم ثاني. تتتت. ماما اعطتنا وجه اخيرا. يلا افتح، ممنوع الاطفال، يلا يلا على البيت. اما في واحد جوه جالي. جماعه حابه كرم من اقوى الحمامات في العالم، يعني جالسه طقطق اقول له يلا على البيت، في الاخر طلع مقفل. لازم يعوضون ان جينا نفطر طلع مقفل، ما سامح. خلاص جينا للستوريا، صراحه احسن مكان ممكن تفطروا فيه. يلا كذاب كذاب، قبل هذا ما قال. جماعة شوفوا كيف الماتيلدا كيك، خلنا نجربها. بسم الله، شوف كيف مغرقة. مرة طعمها. Do I try to squeak but you can't see you look like in clean. يعني اني عصبي ها؟ سمعت؟ بان دحين الساعة 12:39 الظهر، غير اني احل مراجعة كرم. هذه سلبيات تكون احد يعرف انجليزي في البيت. اختراع فنان والله، مرة اختيار يعني، الله يسعد اللي قالت لي عليه، شفته في التيك توك اصلا.
فيب بس بحلها بعدين بشوف انا ممكن اذاكر اختباري عشان في الليل ارتاح، او ممكن اذاكر كذا على بعد المغرب ما اعرف والله. جماعة شوفوا على هذا الحال من بعد العصر، جالسة اتفرج وشوفوا وقت الغروب كيف. صراحة موقع غرفتي مرة فنان، يعني كذا يبين مرة مرة حبه. المهم انه جاني اكتئاب ف شوية كذا بقوم، يعني باكلم السواق. المهم اني باكلم السواق بروح اول شي اشتري اندومي باكل، لانه في مكان ادمنت الاندومي من عندهم. بس بعدين بروح هاف مليون بشرب ماتش، احس اشتريت الماتش من عندهم، وبذاكر شوية من الاختبار لبكرة. صباح الخير، استعداد الاختبار الانجليزي، بس انه ميك باليوم 10 من 10، 10 out of 10. بنشوف ذاكرت التعبير صراحة فرح، او ماي جاد زحمة مرة ان شاء الله. ذاكرت التعبير الساعة ما يقارب 3:30 الليل، وقدرت احفظ صراحة. انا اكتشفت هذا الشيء فيني، اقدر احفظ بسرعة يعني اذا انا ابغى شوفوا اليوم اني طرحة يعني لك عليها، لاني مسوية ويفي وكرم ناقد علي ورا. انا عارف المهم انا اصلا عندي تعبيرين، واحد رسالة صديق، والثاني اللي هو نكتب عن جريمة غبية. فاكتب جريمة غريبة، اتوقع ان ترى لين دحين ما جلست احلم احلام في الليل، يعني نمت الساعة 4 صحيت الساعة يعني كل شوية اصحى، بس خلاص احلامي مرة كانت غريبة بشكل غير طبيعي، عشان كذا لين دحين احس اني نايمة. فكالعادة بنام في قاعة الاختبار، يعني اخلص اختبار وانام، بنطول اكيد. بس هنا بالعصر رحت اذاكر المادة اللي علي بكرة اللي هي الكيمياء، بس ما قدرت احط لكم الصوت لانه صوت الاغاني في الكافي مرة كان عالي، وبس يعني صراحة ما كنت اقول شيء مهم اللي غير اني انا ابغى اذاكر، وانه الاختبار شوية حيكون دسم، فعشان كذا قاعدة احاول ابسط الموضوع على نفسي. طبعا سبب ان انا اروح كافي عشان اذاكر لانه في البيت صراحة يجيني نوم على طول من اذاكر، فعشان كذا اروح وما نام. دليل ان انا قاعدة اذاكر من جد، شوفوا بذاكر كيمياء، عشان الكيمياء صراحة في تعاريف ومعادلات واشياء، فعشان خلاص اكون مخلصة بسرعة، او على الاقل افهم او احفظ المعادلات يعني الحق، فهمتوا؟ شفتوا انا هذه السنة ان شاء الله الحمد لله انسانة ناضجة. يلا هذيك السيارة زرقاء كل ما اجي لازم اشوفها في كل مكان، حتى في بيتنا القديم اشوفها تمشي قدام بيتنا، ما ادري شكله ستوكر شكله. سويت اختبار لنفسي ونجحت، خلاص خلصنا فله. يلا الحين على البيت، على البيت واحنا ساكتين. الوالد اتصل وقال يلا على البيت، بس اني قدرت انجز الحمد لله، ذاكرت يعني وقت الاختبار ان شاء الله ما راح اتعب ولا شيء. فالاختبار شويه صعب صراحه، يعني المراجعه شويه دسمه، يعني فيها معادلات وصيغ واشياء، بس سهلات ان شاء الله باذن الله، لا للطاقه السلبيه. طبعا يا جماعه شفت عنكم الساعه كم، الساعة 5 الصباح وأنا ما ذكرت، ذكرت صراحة من أول، بس الحين برجع راجع. بس أحسن شيء إنه قبل كم يوم اتدربت على هذه المعادلات اللي هي الثنائية، ثنائية الماء وخماسية الماء. دقيقة، ماما عندها طريقة ربط لهذا الإلكتروليت والمركب الأيوني، كيف تربطوه؟ إلكترونية، تيار كهربائي، شبكة. أيوه. يعني سبيكة. 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 خير للأسف إنه أنا راح أجهز في بيتنا الجديد. وانا المكياج اللي انا ابغاه في البيت ما جبت ولا شيء معايا، بس هذا المكياج اللي انا وصفيت معاكم تتذكروا اللي قلت لكم يلا بحطه في البوكس عشان هذا ايش حطيته في وجهي. المهم شفتي لما خرجت المكياج اللي في الفلوج اللي فات، يوم قلت خلاص يلا بودي بيتنا الجديد وكذا، هذا كله جبته هنا. وصراحه ما توقعت انه احنا بننام هنا، ولدرجه ان انا اصحى من هنا واروح على مدرستي، يعني توقعت اوكي بنرجع الساعه 12 الليل اتجهز في بيتنا، كنت ابغى اسوي شاي في اخر يوم خلاص. الزبده انه صراحه ما توقعت من اهلي ابدا، سوالي 1-0، وانا كنت ناويه اتكش كذا خلاص كشخه، ابغى اكشخ بلبس عدسات، ابغى كذا خلاص اخر يوم بودع اصلا صحباتي، عارفين ليش؟ لان انا حنقول مدرسه كمان، عشان المدرسه الجديده اقرب من بيتي، المدرسه حقتي اللي سجلت فيها قريب مره بعيد عن بيتي، يعني احنا دحين نقلنا اصلا يعني زي ما تعرفوا. فعشان كذا احس الوضع مره يحزن، وانا ما ابغى. للاسف اليوم راح نستعمل كونسيلر تو فيست، لانه انا اصلا مستخسر ان انا ارميه. خلاص اتجهزت اول تجهيز من بيتنا الجديد والمدرسه القديمه. خلاص دحين انا في كل مكان في عفش، بس بلبس العبايه وبنروح، لان مره تاخرنا وعبال نوصل مدرستي يمكن نص ساعه. لاني نسيت اقول لكم كيف كان اخر اختبار، معلش على الصدى،
بس الاختبار كان كويس، لكن في اشياء صارت احسها شوي يعني فيني صايحة وانا اقوله، فاحس خليها بفيديو ثاني بعبر لكم عن كل حاجة صارت. بس طبعا الحين زي اي عادتنا كل ترب نشوف ردة فعلي على النسبة. يلا يا جماعة، النسبة نزلت. النسبة نزلت من الظهر من العصر، بس انا ما كنت ابغى ادخل انه ما يعني احس اني كشوي متوترة يعني. يا ربي ان شاء الله يا رب، معلش على الجودة الخايسة، بس هذا قاعد اصور دحين بجوال كرم، لانه انا من اول ما كان راضي يدخل نظام نور، فقرر فجأة الان انه يدخل دحين، ولا دحين ما معي الا جوالي اني ادخل فيه. كرم نايم ترى بسرعة. الفصل الاول يلا ابحث. ليش ما يطلع؟ خليني ادق على اسماء، ادق على اسماء. حل ما ترد علي. الو اسماء، كيف اطلع درجتي حقت هذا؟ يلا بس ردة فعل معاك انت والمتابعين وهذا. يلا طيب لازم يكون عندك مقال. عندك؟ دخلت كل حاجه، بس كيف ادخل يعني في نظام نور؟ فين اروح؟ اميره بدنا تذكريني. روحي انزلي تحت شويه. نسبه تقدم الطالبه. يلا فين؟ شوفي قدامك. استغفر الله العظيم رجيمة. المفروض ايش بوقف؟ خلينا نصور الشاشة. ايش رايك يعني، مطالبة متميزة ولا مطالبة متميزة؟ طب حفزيني، ايش هذا؟ دق عليك تقولي شاطرة؟ طب ارجعي فكي والله من جد شاطرة جميلة، ما توقعت. شفتي كيف؟ الله يسعدك، شكرا. حمية حتى. ايوه اليوم اقول لك متأكدة. أيوة. متأكدة زي اسمي، كل الاختبارات متأكدة مرة، خلاص معلومات لاصقة، نفس اللي في المراجعة خلاص احفظ زي اسمي. وبس والله خلاص كذا خلصت الفعالية الصراحة. الله يسعدك. راح الصداع؟ راح الصداع بالله. طبعا تعالي أرمي الأول. إيه بسألك لك حيوانة، أضحي الصرف الأول. آه. أنت يوم جيتيني كنت منفسة. دقيقة وقف الفيديو.